ان هي تلقى اساس هي عشان تخدم محافظه الدقهليه، وزي ما سياده النائبه قالت مفيش ظهير صحراوي للمحافظه غير هذه المنطقه، وبالتالي احنا عنا وتركيزنا واولويتنا انها تخدم هذه المحافظه ان شاء الله، وتبقى يعني باذن الله أيقونة جديدة في هذه المنطقة، مدينة عالمية على أعلى مستوى. أتمنى تكونوا حضراتكم شفتوا التخطيط والفيلم اللي احنا عاملينه لهذه المدينة، وزي ما بقول لحضراتكم وزي ما حضراتكم بتشوفوا دلوقتي وزارة الإسكان بتنفذ المناظر اللي احنا بنحطها في الأفلام هي اللي بتتنفذ على الأرض، يعني اللي حضراتكم شفتوه هو ده اللي هيبقى إن شاء الله شايفينه على الأرض بإذن الله. لا يا فندم احنا هنبني يا فندم، احنا هنبني يا فندم، لان هذه المدينه مدينه يعني مش كبيره قوي كمساحه، واحنا هيمنا ان احنا نحصل تنميه ونسلم الناس شويه. مفيش مجال يا فندم، معلش مفيش مجال مره اخرى، حضراتكم مش هنبعد ليه؟ ادينا عندنا غمصه وعندنا 15 مايو، الاراضي متخصصه بقالها قد ايه؟ انا يا فندم انا معلش انا لا راجل تاجر اراضي ولا بسقع ارض، انا هدفي انمي بلدي، انمي بلدي، اخلص هذه المدينه في سنتين ثلاثه والناس تاخد الشقق، مش ان هو ياخد ارض ويقعد يتاجر فيها ويكسب. فالكلام ده مش عندي، الكلام ده هذه الوحدات ان شاء الله. حضراتكم احنا رايحين نحط حجر الاساس، حضراتكم انا نزلت شركات المولات دلوقتي بتنفذ الاسكان والمرافق، وحضراتكم بقول لحضراتكم على بدايه السنه هنفتح الوحدات لحجز حضراتكم عشان تقدموا للحجز، ونبدا ان احنا نقول لكم على التسليم هيبقى امتى، في خلال اقل